أعلن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن النسبة الأولية للتصويت في الانتخابات بلغت 67%، وهي أعلى من نسبة تصويت عام 2014 والتي كانت 53%. وقال معاليه في المؤتمر الصحفي الذي عقد في المركز الإعلامي بعد انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع إن زيادة الإقبال على التصويت في هذه الدورة الانتخابية يبني على نجاح انتخابات عام 2014، الأمر الذي يظهر ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وقال معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن التزام الناخبين بممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع يعد مؤشرا واضحا على دعمهم للمسيرة الديمقراطية ورفضهم لمحاولات خارجية سعت لإخراج العملية الانتخابية عن مسارها. التوقعات المبدئية والتي سيؤكدها بإذن الله تعالى الفرز من واقع الأوراق الحقيقية، نحن نتكلم عن نسبة مشاركة تقارب 67%. 67% من شعب البحرين الذين يحق لهم التصويت هم من قرروا أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بأنفسهم. الحقيقة أن هذا النجاح أهديه إلى الشعب الذي قام به، الشعب هو الذي نجح في ذلك. 67% ولله الحمد لها دلالة أيضا، نحن نتكلم عن أكبر عدد يشارك في الانتخابات. اليوم هذه الصناديق الموجودة داخل اللجان الآن ويجري فرزها تحمل أكبر عدد من الأصوات في تاريخ البحرين.